السلام عليكم في جديد، معكم انا صايم مشتكم في فيديو جديد. المهم اليوم ان شاء الله غادي ندويو على المقتل ديال الطفل عدنان. المهم كيف ما لاحظتوا بزاف ديال الفيديوهات انه مقتل مصايب فات اخر 24 ساعه. المهم دابا ان شاء الله غادي نبين لكم واحد الفيديو اللي تويت كل شيء اللي تلاح فات 24 ساعه. المهم غنرجعوا وندويو في الموضوع. المهم كيف ما كتلاحظوا حنا في جوجل، المهم كيف ما كتلاحظوا نادي تويت. المهم هنا بنادم من السعودية انه كيدعي بالرحمن الدري. المهم كما كتلاحظوا كذلك الناس سير عثماني تا هو كيدعي بالرحمن الدري. المهم بزاف ديال التصاور هنايا. المهم كيف ما كتلاحظوا المهم في التويتر، المهم الدري بقى فينا الصراحة. ان شاء الله غنشوفوا لقطات من الفيديو اللي تلاح في شوف تي في. المهم يلاك الصراحة واحد الناحيه الصراحه بقى فين الدري، والصراحه داكشي اللي دار داك السيد راه بزاف. ومهم كيف ما لاحظتوا غادي نديروا دابا واحد الرياكشن للفيديو اللي تلاح ديال شو تي في اللي بينو كيفاش الوالي الامر ديالو داير وداكشي. المهم كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، بارطاجيو هذا الفيديو راه مهم خصو يوصل. المهم الخوت كيف ما كتلاحظوا هاد التوندونس، المهم الفيديو هو الاول كيف ما كتلاحظوا، وهذا وين الفيديو هو بادي. المهم كيف ما كتلاحظوا هنا الناس، المهم الحي ديالو. المهم شوفوا الفيديو نكملوا. المهم كيف ما كتلاحظوا هادي لامبيونس مدينة طنجة، كيما كتشوفوا بحي دار مويقنا تم العثور على هاد الجثة زعما المدينة. هادو التصريح ديال الناس الجيران ديالو. مهم و كندعيو ليه بالرحمة الصراحة، بقى فينا الفيديو. مهم طنجة كان متأسفة على هادشي هذا كامل، لله وإنا إليه. كما كتلاحظوا هادو الناس، مهم حنا غنرياكتو غير لقطات من الفيديو رجعون ونحاولوا أن نتفادى هاد اللي كاين مأساوية وحرة عادة ماشي عادية. بنادم يرد باله على ولادو والله ياخذ الحق، هاد الناس خصهم هادشي ما امانه. المهم الصراحه والله هادشي اللي قالو ديال بصح. المهم واحد النصيحه للابوين، الاباء المهم كاملين اون بيرس اون جينيرال، المهم حطوا ولادكم و المهم حطوهم بعدا. المهم كملوا الفيديو. كيف ما لاحظتوا حنا شنا واحد اللقطات من هاد الفيديو. المهم ما بقيتش ندير الفيديو بزاف حيت الصراحة في الهضرة كتعاود. مهم اللي غنبغي نقول لكم انكم حطوا ولادكم، وهذه راه عبرة الناس باش يحطوا ولادهم. مهم اللي عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتحطوا الكومنتات، دعوا مع الدري مسكين. يلا بيس.